فالتصفيقات على هذا الضرر. أول شيء هو مشاركة اللي يتأتم من ذلك يكون في الصنع الزجل. ضرورة بيكون شعور فرحة، بيكون جو زوين. الدوحي مشارك في المنتدى الخامس للكتاب لكتب مجموعة أجيال المستقبل للتربية والتنمية. شاركت في هذه الدورة بقصيدة جزائرية تحت عنوان فضلة، اللي تمكنت من خلال المركز الأول السنة السجل في المسابقة. المسابقة كتعني لي بزاف الحوايج، لأنني كنبدع في الوقت اللي ما كاينش فين غادي تشارك بالإبداعات الأدبية، لا ليا أنا لا الشباب المدينة الكبيرة. كنشكر جميع أجيال المستقبل اللي تعطوني الفرصة. كنشكر واحد الشخص اللي هو عزيز عليا وساندني بزاف، مجيد تومرت، اللي كانت لي الفضل أستاذ مجيد تومرت السينمائي. غنولي نكتب. كنشكر لجنة التحكيم اللي تعطات ليا، كنشكر المشاركين، والمهم هو المشاركة. سوا ما ربحت المهم مشاركت وبدأت كما قلت في الأول مدينة تقريبا اللي كتفتقر مثل هذه المسابقات رغم أنها علينا. وشكرا لجريدة أصوات. تنبغي نشكر الجمعية ديال أجيال المستقبل للتربية والتنمية على النجاح الدورة الخامسة المنتدى الثقافي للكتاب، الذي تميز ببرنامج متنوع وغني شمل عدة أنشطة ثقافية، ندوات أدبية وعلمية أطرها مجموعة من الأساتذة والباحثين والأدباء والمتخصصين والشعراء، كل منهم حسب تخصصه وتوجهه العلمي. برنامج كان وفيا لكل الأنشطة والندوات والمعارض والمهرجانات التي تمت برمجتها في إطار هذا المنتدى. وأعتقد أهم ميزة هذه الدورة هو أنها كما التزمنا في الندوة الصحفية بإخراج تميزات بإخراج. أعتقد أن هذا الإعلان هو لأول مرة على مستوى مدينة خريجة خرجنا بإعلان ديال حول الهجرة والمهاجرين، وهذا الإعلان يتضمن مجموعة من التوصيات ومجموعة من الاستشرافات العلمية بناء على المداخلات ديال الأساتذة اللي تعرضنا لها سواء في الندوة، خاصة في الندوة العلمية، من مقاربات مختلفة، مقاربات جغرافية، مقاربات سوسيولوجية، ومقاربات بين لنا الإعلان السيء مقاربات اقتصادية. أعتقد أن الإعلان جاء أيضا يتقاطع مع مجموعة من الدراسات والأبحاث الوطنية والأجنبية حول الظاهرة الهجراوية، حول انعكاسات الظاهرة، حول التحديات المطروحة أمامها وأيضا الرهانات. وكان إعلانا متميزا تضمن كنقطة مجموعة من التوصيات العامة والواجهة التي نعرضها لكل المهتمين والباحثين سواء مدينة خريبة أو على المستوى الوطني، سيما وأن في يوم العاشر والحادي عشر من هذا الشهر بتنظيم المنتدى العالمي للهجرة. وأعتقد أن هذه التوصيات ستصل إلى المؤسسات المشرفة على قطاع الهجرة سواء تعلق الأمر بوزارة الهجرة أو مجلس الجالية وكذا مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين في الخارج. وشكرا لكم. شكرا. لا تنسوش تتابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس.